وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد، واكدنا كلها على قد الايد ان شاء الله. بواقي العيد، بواقي العيد عندي ايه في الثلاجه وعايزه اعمله؟ طبعا حابه تعمليه دلوقتي، حابه تعمليه بعد شويه، مفيش مشكله. يعني العكاوي، العكاوي دي من الحاجات اللي ممكن تقعد معاك في الفريزر مده، ما تجيبش اي حاجه يعني. بس لو حابه تعمليها دلوقتي هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه، مفيش اي حاجه. بصوا بقى، العكاوي بتاخد شويه سوا، بحبها مهريه صراحه، بحبها مستويه جدا. فاعمل فيها ايه؟ اسلقها. اول حاجه اسلقها كاني بسلق لحمه عادي خالص، بحط ميه على النار تتغلي مع بصلايه طماطمايه جزرايه، واروح منزله فيها العكاوي. هي بتتعمل طاجن برضه، بس انا هعملها برضه طاجن ما تقلقوش. بس في ناس بيبداوا من الاول خالص يعملوها طاجن، فانا لا، انا بحب اسلقها الاول اهي في شربتها زي ما هي اهي، وبعدين ابدا ان انا استخدمها. اعمل لها ايه بقى عشان تبقى طعمها حلو؟ طبعا ابسط طريقه ان انا ممكن بعد ما سلقتها بالطريقه دي بروح واخدها ايه، حطاها في صينيه مدخلاها الفرن وعليها شويه ملح وفلفل وخلاص. طب لا، ده انا عايزاها اطرى وعايزاها احلى، يبقى هعملها طاجن. تاخد دي مع بعض كده، لحمه مسلوقه، بصل، فلفل، طماطم، فص ثوم، وسمنه. هناخد ايه، معلقه سمنه كده، بسم الله، مسخنه الطاسه. يعني اللحوم تقعد معاكي فتره في الثلاجه ما تقولكيش حاجه، يعني هتقعد معاكي مثلا شهر شهرين، لغايه 6 شهور، لغايه 6 شهور انا بستعملها عادي جدا. فهاخد الاول بصل، وحاولي يكون البصل، يعني لو انا عندي مثلا العكاوي دي قولي كيلو، هاخد البصل نص كيلو. لو انا عندي العكاوي كيلو، باخد البصل نص كيلو. بسخن الطاسه قوي واحط البصل ده يتشوح له كده قد ايه، يعني يدبل. انا عايزاه مش يروح خالص، يعني عايزاه في الطاجن يديني شويه ميه، يعني يطري كمان معايا العكاوي كمان وكمان. تاكليها كده تحس ان هي دايبه، دي احلى حاجه تعمليها في الايه، في العكاوي. فانا هاخد هنا البصله وعليها شويه ملح وفلفل، واقلبها شويه كده. عايزاها اما تخش الفرن تدوب، ماشي؟ والفلفل حطيه من دلوقتي، ما تستنيش بعدين، لا حطيه مع تحميره البصله، بتدي ريحه حلوه قوي فيها. فنقلبها شويه كده، حد بيقول لي انت هتخلص لنا لحمه العيد، انت هتخلص لنا لحمه العيد في اول ايها، ما هي يعني حاولوا. طبعا انا في الاسبوع الجاي في اردحي كله، يعني ما هنعمل حاجات من غير بقى، ونعوض كل الاكل اللي اكلناه واللي خدناه، بط يطلع علينا، وز وكل حاجه. فهنعمل مع بعض وصفات سهله جدا ولذيذه. ولكن في ناس ما بتحبش الفريزر، يعني في ناس تقول لك لا انا اخلص واجيب تاني، ما فيش عندي اي مشكله. فزي ما انت عايزه اهو، انا هديكي الطرق. حابه تاخدي الطريقه دي وتشيلي مثلا العكاوي للاسبوع الجاي، للاسبوع اللي بعده ما فيش اي مشكله، تمام؟ فهناخد كده طماطم كمان. انا العكاوي مسلوقه ومستويه على فكره، العكاوي ايه، مستويه. كده طماطم بقى، مع البصله كده يتشوح حلو قوي. اجيب الطاجن، فين الطاجن؟ اهو. هناخد الطاجن وهننزل فيه العكاوي. بسم الله، مسلوقه مستويه. انا هنزلها تاني في الفرن، تاخد لها قد ايه كمان، يعني كده نص ساعه او ساعه. هي اللحمه كلها بتقعد اكتر كنت بقى احسن. ادي العكاوي كده
تمام. انت بتسلقي عادي خالص. انا خبصت كده ايه فصين من الثوم. فصين من الثوم كفايه هرسه كده، مش مهم تقطعيها يعني. هرستهم كده نقلب. فلفل رومي بعد كده، شمي بس ريحه الثوم الاول وبعدين حطي بقى ايه الفلفل الرومي. تمام اهو. شوف قد ايه الخضار هينزل ده كله بقى على الايه على العكاوي. ليه بقى ليه ده كله كده؟ علشان تنزل ميه كتير. انا عايزاها تنزل ممكن طبعا لو خايفه ما تنزلش ميه اروح مديها ايه شوربه عادي جدا. ممكن تحط شويه تحتيها وشويه فوقيها. المهم الخضار ده بقى بيدي العكاوي طعم حلو جدا. كل ده ما تخافوش هتلاقيه ايه صفصف ونزل. ممكن اديها كبشة شوربة كمان عليها كده، كبشتين شوربة ولا حاجة تساعدها ان هي تغلي بسرعة والفرن يكون سخن جدا. لا بصوا بقى، انا هدخله الاول بالطريقة دي، يعني هدخله الاول ان انا هدخله الفرن شويه وبعدين اروح بعد كده لاحظتي مثلا ان الخضار بدا ان هو يحروق تعملي ايه؟ تروحي مغطيه بورقه الومنيوم. ورقه الالومنيوم دي هتخلي ان الشوربه اللي انا حطاها دي ما تبخرش اسرع، والخضار كمان ينزل ميته بس شويه. يعني تخيل اول الطاجن يسخن وهو يسخن كل الخضار كده مع بعضه ويبدا يدبل، بدا ان هو ياخد لون اروح مغطيه بورقه الومنيوم. تمام بس كده. وسيبيه ساعة، سيبيه ساعة. بسم الله. ولا هيجراله أي حاجة، أطلع فاصل أشوفكم بعد الفاصل وفاصل ونواصل. على قد الإيد. ورجعنا من الفاصل. عندنا شوربة العكاوي، هل ينفع أستعملها بحاجة؟ أه طبعًا عادي جدًا. انا هستعملها هعمل بيها ويكا جنب الطاجن العكاوي ده. ايه انا احب اسمع كل حاجه او 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 ما يفوت احد اسمعهم، ما حدش يقول حاجه من ورايا. حابه اضايق نفسي، لسه كنت احكي لكم امبارح حكايه الواحد اللي يسعد نفسه. ايه قالوا عليا؟ ايه قالوا ايه؟ ما تلخمش نفسك، ما اللي يقول يقول واللي يعيد يعيد واللي يزيد يزيد، هيضايقك في ايه؟ الناس بتبقى مستنيه والله العظيم حاجه غريبه، حب تضايق نفسها بنفسها. كتير واحد لما بيقعد اجازه يا جماعه بيقعد كده مع ناس كتير، يعني بيقابل ناس كتير، فتلاقي بقى كل واحد له حكايه، كل واحد سبحان الله يعني اخوات مثلا بس كل واحد بشخصيه، تبقى الام عندها مثلا ثلاث اربع عيال كل واحد بشخصيه مختلفه وكل واحد ليه دماغه. سبحان الله، مش يقول لك بقى ما كلهم تربيه واحده يعني انا برب، لا هو كده، ده طالع بشخصيه طالع بشخصيه طالع بشخصيه، ده عايز شاري دماغه، ده لا بيدقق قوي، شفت فلان قال عليا ايه؟ ما يقول اللي يقول، انت تعبان في ايه؟ هو الكلام بيلزق، سيب يقول اللي يقول، خلاص بقى اشتري دماغك يا جماعه والله يا ربنا يديمها علينا نعمه، شرى الدماغ ده نعمه من ربنا، يعني مش عارفه كنت قريت حاجه كده برضو يقول لك بس مش مقتنع، يعني مش مقتنع قوي بيها، مش يعني مش واخده بالي منها قوي او مش مركزه معايا قوي، بس قريتها يعني ان حد كان كاتبها. ان الواحد يعني اكتر واحد تعيس اللي يحاول يسعد اللي حواليه قوي قوي،
يعني مش فتره حواليه عادي يعني احب ابسط ده واحب ابسط ده، لا، اللي يكون كل شغل كل دماغه ان هو يسعد اللي حواليه، فده بيخليه تعبان ان هو مش هيعرف يسعد ده ويسعد ده وينعى هم ده وينعى هم ده قوي قوي يعني زياده عن اللزوم، ده يبقى تعبان. ده مش عارفه ده صح ولا غلط صراحه، بس انا شخصيا ببقى سعيده قوي لما اسعد اللي حواليا، مبسط اللي حواليا، بس بالمعقول يعني مش بعمل قصاره جهدي قوي قوي، لا يعني ما جيلي الصدفه، ما جيلي وقتها. فالمقوله اللي انا قريتها دي ما اعرفش صح ولا غلط، ان فعلا الواحد لما يكون مشغول بحد زياده عن اللزوم قوي وعايز يسعده قوي بيتعب. دي بقى عايزه ادرسها، الموضوع ده انا عايزه ادرسه كده وابحث عنه كويس، لاني مش عارفه مش راكب معايا ليه. يعني طب ما انا لما اسعد اما ابذل مجهود ان اسعد اللي حواليا، طب ما دي تساعدني اكتر. يعني انا شخصيا ما بعملش كده. انا اسعد اللي حواليا بس من غير ما ابذل مجهود قوي، يعني ما ابقاش جايه على نفسي قوي، فاهمين ازاي؟ ابسط نفسي الاول وابسط اللي حواليا. هي كده. هاخد بقى شوربه العكاوي دي، حله سخنه في حته اكوايه خلاص راحت طلعت نصيبها، واروح منزله باميه مقطعاها طرنشات كده. ده وقت الويكا يا ولاد، وقت الويكا التحفه دي. الويكا دي انا ما عرفتهاش غير بعد ما اتجوزت بفتره، يعني ان حماتي ربنا دي الصحه هي اللي علمتهاني، يعني هي اللي عاملاها. احنا كان عندنا مفيش، ما نعرفهاش خالص، احنا اخرنا مع الباميه باميه الطاجن بس، انما الباميه الويكه الخضراء دي احنا كان اخرنا ملوخيه خضراء، ده كل اللي نعرفه. فكانت هي بقى ربنا يديها الصحه والعافيه، يعني دي طريقه سعوديه هي اللي ورتهاني، وانا نشرتها في العيله عندنا، يعني خدتها بقى من عندها كده، وكنت كل اللي يجيلي اروح عاملاها له. يستغربها في الاول شويه كده، ايه الويكه دي، او ايه الباميه الخضراء دي، مش مستوعبينها، بس اول ما يدوقوها بقى بيحبوها جدا. فلا هي وصفه لذيذه قوي وسهله، واخت الملوخيه يعني عارفين احنا في الصيف مش عايزين تسبيكات كتير، عايزين الحاجات اخف، فالباميه دي اصلا مفيده قوي قوي، يعني مفيده كصحيين جدا جدا. بس كصلصه لا، يعني كصلصه تعمل حموه بقى او تتخن او الكلام ده كله، بالطريقه دي لا احسن كتير جدا واخف كتير جدا. انا بدل الباميه مقمعها تقطعيها رفيع بالسكينه زي كده، وبعدين حطيها في الشوربه تتسلق، تمام، وبعدين اعمل لها طشه زي الملوخيه بالظبط. يعني انا لما اتعلمتها كانت توم وسمنه بس، توم وسمنه ويطشوا بيها الايه الباميه دي. انا زودت لها كزبره ناشفه، الكزبره الناشفه يعني عشان انا بحبها قوي، بحب ريحتها، فرحت مزودها على الويكه كمان، فبرضه بقى طعمها احلى واحلى. وانت كل بص كل واحد ياخد الوصفه ويزود اللي هو عايزه، ينقص اللي هو عايزه، يزود اللي هو عايزه. في ناس تحبش التوم، يعني في ناس تحبش التوم خالص، يمكن حتى الملوخيه ما تحبش فيها التوم، فعادي ممكن تعملوها كده، يعني ممكن تعملوها من غير اللي ما بيحبش التوم، بس التوم مفيد طبعا، مفيد التوم والبصل ده حاجه مفيده جدا. ممكن تروحي بس مشوحه شويه كزبره ناشفه كده في السمنه وتشيها بيها، يعني هي عايزه حاجه، لان هي كده ما فيهاش حاجه، مسلوقه، مسلوقه في الشوربه، الويكه مسلوقه في الشوربه، يعني بتبدا تغلي لغايه ما ايه تستوي. طيب هل انا بيسيبوها كده؟ لا، طب بيسيبوهاش كده، بيروحوا عندهم مفرق، المفرق ده اللي انا كل حلقه بنسى اجيبه معايا، والله انا اجيبه بعد كده يا جماعه، حتى لو مش بخاف يضيع، بس دي مشكله ان هو من التراث، كان حد جايبه لي هديه من زمان قوي فمحتفظه بيه تماما، يعني فساعات بقى طب اجيبه لو ضاع هنا انا هعمل ايه؟ مش هعرف الاقيه، فدي مشكله يعني، عشان عندنا كذا بقى ديكورات كتير وحاجات كتير يعني اكسسوارات، ف اخاف يضيع في النص مش هعرف اجيب زيه تاني، بيبقى شكله غريب دلوقتي كده. هو الخشبيه الطويله دي اللي فيها ايه خشبتين صغيرين بتاعت زي المضرب كده، يفركوا بيه، اسمه مفرك، يفركوا بيه كده الباميه بعد ما تستوي، يعني دلوقتي هتلاقيها بتغلى، هي تبدا ان هي لونها يصفر كده وتستوي، فمجرد ما يعملوا كده بالمفرك خلاص بتروح ايه متقطعه. طيب ايه البديل بتاعها؟ ممكن هاند بلندر تكتين بس، ممكن تسيبيها تهدى وتاخديها في الخلاط تكه واحده، يعني تنزليها في الخلاط ترك كده خلاص انتهى الموضوع. فكذا حاجه ممكن تعمليها، في بيعملوها بمضرب البيض بس دي يعني ما بتمزلق اكتر، ما بحبهاش قوي بمضرب البيض، انما هاند بلندر ممكن تكتين تك 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 كده ثلاثه بس بالكتير قوي حسب وسع الحله، او بالخلاط ضربه واحده. يعني هوريك دلوقتي، يعني انا ممكن اعملك بالخلاط النهارده عشان الخلاط عندنا في كل بيت، عشان تجربوا معايا الوصفه دي انها حلوه قوي. الملوخيه احنا بنحبها دي معانا طول الصيف، كمان دخلي الويكه.
عشان لقيت لغايه دلوقتي في ناس مش بيدخلوها او مش بيحبوها، لا جربوها حلوه قوي. اهي بنقلب كده، بنسوي الباميه كويس جدا. وعلى فكره الباميه دي لمرضى السكر حلوه قوي. تمام، اسخن بس ايه الطاسه، اعمل الطشه برضو بالمره على ما ايه، على ما مفيش معلق خشب يا ولاد، معلقه اهي على ما الباميه تستوي. ما تاخدش وقت طبعا، ناخد معلقه افرم ده، افرم ده الاول. توم، ناخد مثلا او تدقيهم يعني زي ما انت عايزه. فرم او دق او بشر، دلوقتي بقى في موضه بشر التوم عشان بقى الحبايه كبيره بقى، طيب ابشروها بقى فص كبير. يخترع حاجات كتير قوي قوي، وانا بقى اموت في الاختراعات. الزق في اي اختراع. ده انا مره جبت كانوا عاملين ايه، مخرطه ملوخيه صغننه قوي عشان التوم، قال جبتها، يا ترى هي فين بقى؟ مش عارفه. بجيب الحاجه وما اعرفش بتروح فين. الباميه اهي لسه لغايه ما تلاقي ايه الحبايه استوت، بخليها شويه. هنا معلقه السمنه، وكم بس توم دول الحلوين دول، اصل هو دول اللي هيطعموا لي الباميه. واحمرهم. هو بقى اصلها هو توم بس كده، توم والسمنه فقط لا غير. فاضل لها تكه، فاضل لها تكه، ممكن الخلاط وممكن ده، يعني ممكن الكبه او الهاند الفود بروسيسور وممكن الخلاط، اي حاجه من الاثنين. بس انا عايزه احطك في الخلاط عشان اوريكي ايه، ما تعصريهاش في الخلاط، ما تعصريهاش في الخلاط، يا دوبك تكه واحده. لا شوكه هتطلع عينك، شوكة ده صعب قوي. معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، تقولي ممكن ينفع بالشوكة؟ لا صعب، يعني هتقدري تعملي كتير جدا عشان تقطع، أنا عايزة أقطع الدواير دي فصعب قوي. أنا كده خلاص الطشة أهي، مش هنحطها قبل ما نضرب، لا نضرب الأول وبعدين نحط الطشة. فالطشة كده خلاص ماشي. طب أطلع فاصل تكون دي استوت سنه، واستناكم بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد الايه، ورجعنا من الفاصل كده خلاص الايه الويكه استوت. تعالوا بقى هناخدها كده في الخلاط عشان اوريكم ازاي نعملها من غير ما نبوظها. سيبيها تبرد الاحسن خالص، انا يا دوبك هديت حاجه بسيطه خالص اهي، بس طبعا الاحسن انك تسيبيها تهدى خالص. ماشي، سخنة سخنة سخنة، وانا الطشة اهي مش عايزة احط حاجة على النار دلوقتي.
هناخد بقى دي كده، بس عايز ازود لها شويه ميه ان هي شربت الشوربه بتاعتها. اديها شويه ميه كده، هي لازم تبقى عايمه شويه، لازم تبقى ايه عايمه شويه تبقى مظبوطه. وبعدين ده بدل المفرك اللي انا هعمله ده، بصوا بصوا على الدهي عشان تشوفوا الدواير بتفك على طول ازاي. اوعي تضربي خلطه كامله، يعني ما تقوليش انا هاخد الضربتين اللي انا ضربتهم دول تروحي تضربهم مره واحده، لا هتلاقيها بقت عصير، لازم تكه ونرجع بس. وابص كل شويه على الدواير دي، انا عايزاها تتكسر بس. ها بس كده خلاص، خلصت خلصت. هناخد بقى الطشه دي، انا ممكن احط عليها لو دي قضي، لا مش هيقضي مش هيقضي، لازم اخدها بحاجه اكبر، حله مثلا. دي بقى مش زي الملوخيه، غطيها وما تغطيهاش مش هيحصل لها حاجه. بصوا بصوا بقى جمالها بقى ما شاء الله. هي كده ما تعصريهاش اهي بالمفرقة، طلع نفس النتيجة. وعليها بقى ايه الطشة بتاعتها، بس كده. وبرضو انا بحب اكل اللي في الطاسة برضو بحب اكل من الطاسة. بسم الله. الله يقول لهم اهي خلاص، خلصنا الويكه، خلصنا الويكه. كلوها بالعيش، كلوها بالرز الابيض زي ما انتوا عايزين، يعني هي اصلها بالعيش بس احنا ممكن انا بعمل معاها رز ابيض. تعالوا نعمل كيكه لطيفه جدا وهي قرواني، ما عملناش من زمان قوي بس عشان تعجبكم، لذيذه قوي وخفيفه. دي عباره عن ايه بقى؟ بصوا، كوبايه دقيق سميد، كوبايه دقيق ابيض، كوبايه سكر، خمس بيضات، جوز هند، شربات، باكو بيكنج باودر، والفانيليا. بنعمل ايه؟ هي دي عارفين شبه الكيك الاسفنجي شويه، شبهه. هناخد كده بولتين ونجيب الخمس بيضات، نفصل الصفار عن البياض. اوعى تنزل صفار مع البياض، اوعى. تمام، عشان نطلع احسن نتيجه واسرع طريقه. طبعا هو فيه بيروحوا عاملين ايه؟ ضاربين البيض مع السكر بس بيقعد فتره اطول، دي هتبقى احسن لان الفتره بتاعتها في الضرب اقل. والفرن طبعا سخن على 180 درجه، هو دلوقتي عندي اعلى عشان حاطه فيه الطاجن، بس هروح مهديه عادي. كده ايه، خمس بيضات بياض وصفار. هاخد بقى هنا فانيليا، تعال اول ناخد رشة ملح، فين الملح، على البياض ونضربه. بالعجان بمضرب كهربا زي ما انتوا عايزين. خليه يجمد، تمام. وانا لو اتكلمت كده تسمعوني ولا تسمعوني، لو حكيت حدوته تسمع ولا ده مغطي على حاجتي؟ مغطي، شكرا. طيب هنضرب كده لغايه ايه
ما يبدا ان هو يبقى ابيض اهو، بدا اهو يبقى معايا ابيض اهو. ماشي، دي الكميه دي هتعمل صينيه مقاس 22 24 كده. حلو كده اهو. بس تعملي بياض البيض الاول، ما تعمليش الصفار الاول. بياض البيض ضربناه، هناخد الفانيليا معلى 2 مكعب فانيليا على 5 صفار بيض على كوبايه السكر. تعالي انت كده وتعالي انت كده ونبدا نضرب. نزود شويه شويه كوبايه السكر ونضرب على الصفار كده. على ايه؟ على الصفار. عايزين ندوب السكر. عايز تعملي سكر بودرة؟ ممكن، ممكن تحطي كوباية سكر بودرة، ده تبقى أسرع معاكي في الشغل يعني. مش سكر بودرة ما عندكيش، خلاص استعملي دي وتستني، استمري شوية في التقليب. عشان السكر بتاعنا يدوب. هتلاقي بس دي بيضت كده خلاص. برضه افتحت معانا وبيضت كده. دي عبارة عن إيه؟ 5 بيضات معاها كوباية سكر ومعاها 2 باكو من الفانيليا. افتح برضه اهو. بس كده حلو خلاص ان شاء الله يعني. كده يبقى انا عملت ايه؟ 5 بيضات، 5 بيضات. فصلت الصفار عن البياض، حطيت رشه ملح على البياض وضربته، على الصفار حطيت الفانيليا وحطيت كوبايه من السكر شويه شويه كده بس ايه، وضربتها لغايه ما بقت بالشكل ده. عندي بقى هنا كوبايه دقيق عاديه ابيض، كوبايه دقيق سميد، وباكو بيكنج باودر. ونروح ايه مقلبه ده كله مع بعضه. انتوا عارفين الخل صديقي، هحطه فين الخل ده بقى؟ حطه على بياض البيض، على صفار البيض، على صفار البيض معلقه من الخل. بتخلي العجينه هشه كده، فعلمكم يفتكروه في اي عجينه هتبقى حلوه قوي. معلقه بس كده، بس بتفتح مسام العجينه، خليها هشش كده. كده ايه، معلقه الخل حطيتها على الصفار والفانيليا. تعالوا بقى هنبدا. هنا عندي 3 بولات، هحط دي هنا ايه، كوبايه الدقيق الابيض، كوبايه الدقيق السميد، وباكو بيكنج باودر. ونبدا بالبتيولة احسن، مش عايزه افطسها، والصينيه تكون مدهونه بايه، مدهونه بالزيت او السمنه، وعليها دقيق. ناخد كده وناخد من بياض البيض برضو.
وقلب بالراحة. هنا بقى أهم حاجة التقليبة دي لازم تبقى بالراحة، ما يفتصش معانا بياض البيض، ها ما يفتصش معانا بياض البيض، خلي بالكم بالراحة كده أهي. وناخد دقيق وبياض بيض وبالراحة نقلب، نقعد كده لغاية ما نخلص كل الكمية. هحطها بقى في بقى كده صبها في صينية 24 مثلا، خليها 24 ماشي. بصوا كده بالراحة كده خالص اهو، هتحسي العجينة بتنفش مش بتهبط. بالراحة بالراحة خالص كده، بصي خدي كده واقلبي كده بالراحة كده. شايفين المعاملة؟ لازم معاملة حساسة. خلاص هكمل كل المقدار ده واحطه في صينية وادخله فرشة بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل. دلوقتي بصوا انا حطيت الكيكة في الفرن. هو شفت عليها طبعا، شفت حطها دلوقتي، دي شبه الكيكه الاسفنجيه، يعني نفس المعامله، نفس معامله الكيكه الاسفنجيه، هي معامله الايه الرواني بالظبط. بتطلع عامله منها طبعا نسخه تبقى بالشكل ده. حبه بقى عادي لو شقت منكم كده عادي جدا، يعني لو انتوا عايزين يعني تعملوها بالشكل ده. عيني عيني خد. دي احلى حته في الكيكه دي على فكره. تمام. حابين نعملها كده، حابين نقلبها على وشها. انا عايزاها عشان تبقى ايه قطعه واحده كده ماشي. ممكن برضو ناخد الوش برضو كده عشان انا عايزه اسقيها شربات. فالوش ده بقى ايه، حابه تاخدوها من الناحيه البيضه ماشي، حابه تاخديها من الناحيه دي ماشي، يعني عايزاها محمرة سيكة صغننة كده. سكينة مشرشرة كده عندك بتاعت الطقم دي. تمام. وبعدين اسقي شربات بارد. شربات ايه؟ بارد. حوالي تاخدها كوبايتين. ماشي، حوالي ايه كوبايتين شربات بارد. واروح حاطه قبل ما يتشرب جوز الهند عشان هو اللي هيلزق لي في الكيك. وحابه تحطي في العجينه كمان شويه حطي زي كده، هي بتتباع كده يعني، الرواني بتتباع بالطريقه دي. خلاص سهله لذيذه سريعه. تعالوا بقى نعمل حاجه تانية لطيفه قوي، وهي القرص. قرص بقى طريه بقى كده بعد العيد. نحرش نعمل حاجه حرشه يعني. دي عباره عن ايه، عشان هي مطلوبه قوي 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 فقلت لازم ان انا اعملها لكم. دي عباره عن ايه، 3 كوبايات من الدقيق، عليها نص كوبايه من السمنه، كوبايه من اللبن، ومعلقه من الخل. زي ما قلت لكم حطي معلقه خل في العجينه عشان تفتحها، معلقه خميره، عايز تحطي بيكنج باودر حطي، مش عايزه مش مهم، ومعلقه كبيره شمر، معلقه كبيره ينسون. انا حاطه الطاسه على النار عشان احمص الشمر واليانسون، معلقه كبيره ومعلقه كبيره، تحميصه بسيطه. انا طبعا عشان دي سخنه فشميت ريحتها على طول. بص اللون بيبدا ان هو يدي لون حلو قوي فيها كده. هناخد بقى 3 كوبايات دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم، هشيل عشان تتحرق. 3 كوبايات الدقيق دول عليهم الشمر واليانسون المحمص،
واضربهم. تمام، شيل بس الكلام ده كله من هنا. طيب كده ترميز كده، ده يتاكل عادي جدا. هناخد بقى الباقي. عندي ايه؟ عندي هنا نص كوبايه من السمنه، ممكن اسيحها عشان تدي نتيجه افضل. ماشي، واحط هنا معلقه الخميره ورشه الملح ومعلقه كبيره من السكر ومعلقه خل واحده وكوبايه من اللبن، يا لبن يا ايه يا رايب، او يا لبن يا زبادي. طب نعمل ايه لو انا ما عنديش زبادي او عندي، انا عايزه رايب او عايزه زبادي؟ باخد كوبايه اللبن واحط عليها معلقه خل كبيره اهي، ممكن احط معلقه خل هنا على اللبن، هتلاقيه على طول عمل لك زبادي. تمام، بدا يقطع اهو، انا واخداه كده بس بيه نص ساعه ربع ساعه 10 دقايق على طول هتلاقيه نفذ على طول اهو. بص 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 قطع ازاي على طول اهو. تمام، وبعد كده بستنى بقى شويه لغايه ايه السمنه تسيح من غير ما تقدح، مش عايزاها تقدح. حطيت هنا كوبايه اللبن اللي انا حاطه عليها الايه، حاطه عليها الخل، وراح واخده شلتها قبل ما تقدح عشان ما تبقاش سخنه، ولو عايزه ميه اديها، ما عايزتش هي كده كويسه. تمام، هناخد بقى العجينه اهي بعد ما بتخمر. ما عايزتش مني حاجه تانية على فكره، هي كده خلاص زي ما هي. هناخد بقى ايه، بس لمت كده سيبها بقى تخمر بالشكل ده، اهي العجينه عايزين تشوفوها اهي كده، هي كده حلوه قوي، مش عايزه مني اي حاجه تانية، لا عايزه ميه ولا عايزه اي حاجه، كده جميله جدا. خدت نص كوبايه السمنه بقت زي الفل، بسيبها بقى تخمر تبقى بالشكل ده، وبعدين ابدا ان انا اشكلها قرص. بس هنعملها الاول كور كده قد بعضها، ونقول كان يا مكان، كان يا مكان يا ساده يا كرام، ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. الباحث عن السعاده. كان يا مكان، كان في فلاح في قريه من القرى زمان، القريه دي كانت على طول بتزرع وتبيع محاصيلها وتعمل منها تجارتها، فكان كل الناس عنده قطعه من الارض يبدا ان هو يزرعها بقى وياكل منها ويبيع منها ومبسوطين على الاخر. فالراجل الفلاح ده كان من ضمن الناس بتاعه القريه اللي عندهم قطعه من الارض بيزرعها وياكل منها والباقي يبيعها، وكان مبسوط ومرتاح ومش ناقي هم اي حاجه. الا بقى لقى فيه هوجه كده من الناس، قالوا ايه يلا يا جماعه ده في سفر، تسافروا في منطقه معينه وتجيبوا منها الماز، الماز كتير، ده يعني حاجه هي بيعتبروها يعني، عارفين اللي بيسافروا بره عشان يجيبوا فلوس كتير، هي شبهها، بس تلخص في ايه، ان اللي هيسافر بره ده هيجيب البلد دي رايحه فيها الماز، فروحوا سافروا هناك وهاتوا الالماز وبيعوه بفلوس كتير جدا تبقى غني جدا. فالراجل ده ما كدبش خبر، مع انه سعيد وقاعد مرتاح واكل شارب نايم بيكسب من ارضه برضه كمان، ومش ناقي هم اي حاجه وفي وسط اولاده ومبسوط جدا، ولكنه راح عمل ايه؟ راح رايح بايع الارض وايه؟ وخد فلوسها علشان يسافر بيها. ما هو معهوش امكانيه ان هو يسافر، وساب اولاده في البيت ومراته وكل حاجه، وقال لهم انا هسافر واجيب بقى الالماز ونبقى اغنياء وابعت لكم فلوس. المهم الراجل ده وباع ارضه، سافر علشان يدور على الايه؟ على الالماز اللي هو هيجيب اغاني جدا. قعد يشتغل سنه ورا الثانيه ورا الثالثه، مش لاقي الالماز اللي بيقولوا عليه، يدوبك العيشه على القد، ما هو ده نصيب. قعد سنين كتير جدا لغايه رجع
ملقاش ايه؟ ملقاش الاولاد في البيت، لا الاولاد كل واحد راح في حته يشتغل فيها، وملقاش مراته، ولقى كل البيت فاضي عليه ومهجور. فطبعا احد قعد حزين حزن غير طبيعي، وعي بقى وحصل له ايه حاجات كتير جدا. الراجل بقى اللي اشترى منه الارض سمع عنه ايه؟ الراجل اللي اشترى منه الارض قبل ما يمشي خدها وزرعها ونظفها وكسب منها، وفي يوم من الايام وهو بيحفر في الارض بيوضبها لقى الماز، لقى الماظه كبيره جدا، اكبر الماظه في العالم كانت عنده في الارض، باعها وبقى غني جدا. طبعا بناخد من الحدوته دي ايه؟ مش بناخد منها الالماظ، ولكن بناخد منها الرضا بالموجود، ونصيبك هيجيلك. يعني الراجل ده باع الارض اللي فيها الالماظ عشان يدور على الالماظ اللي بره بلده، لكنه ما لقاهوش، انما اللي خد ارض جوه البلد هو اللي لقى فيها الالماظ. يعني الواحد بيبقى قدامه رزقه هو مش واخد باله ومش راضي، بيدور عليه بره، بيدور عليه بعيد، بيدور عليه حته تانيه. لازم الواحد يرضى بشغلته، يرضى باللي هو فيه، ويجتهد فيه عشان يطلع منه الألماظ، يطلع منه الرزق الواسع. ما دورش على شغلانة تانية مش بتاعتي، أو أدور في حتة أسافر أشوف أنا هعمل إيه وأدور هعمل إيه وما أعرفش أنا هعمل إيه، وسايب شغلتي اللي أنا عارفها ومهنتي اللي أنا شاطر فيها وأدور في حتة تانية على رزقي. هو ده اللي هيطلع لك الألماظ. شغلتك اللي أنت عارفها هو ده اللي هتجتهد فيها وتطور فيها. ما تبصش لغيرك، غيري عمل شغلانة كسب فيها قد كده وانا شغلانتي مش عارف اكسب منها. اجتهد فيها، مالكش دعوة بشغلانة غيرك، مالكش دعوة غيرك عمل ايه، لان هو ممكن يكون شاطر فيها جدا اشطر منك. دي ده مهنته، هو سعيد في مهنته وانت سعيد في مهنتك. فالفلاح في ارضه نفس زي ما كان عامل الراجل كده، اجتهد وطلع منها الالماظ الحقيقي، مش عشان لها الماظة، لا عشان هو اجتهد وطور فيها. احنا بناخد الالماظة بس كعبرة، انما هو لا، طلع منها فلوس كتير، طلع منها انتاج كتير، كسب اكتر ما كان هيسافر بره، عايش في بلده رضي بنصيبه واجتهد وطور فيه طلع احسن حاجه. فدايما اللي بيرضى بنصيبه هو ده اللي يبقى سعيد ومبسوط وذهنه صافي ان هو يطوره. انما انا طول ما انا عماله احقد على ده وابص لده شوف هو اشتغل عمل ايه وبقى جامد لازم اعمل زيه، لا مش هتعمل زيه. انت اعمل زيه في شغلتك، في مهنتك، في اللي انت عارفه. انما هو عمل في مهنه تانية وكسب وانا هعمل زيه عشان اكسب، عمرك ما هتعمل كده ولا عمرك هتبقى شاطر. ليه؟ هتبدا بيجيب لك الالماظ حاضر، هتبدا من اول تاني. لا هو كبر وش كويس كده انه بادئ من زمان قوي، بادئ من تحت الصفر، بادئ من زمان في الشغلانه دي، ما خدهاش فجاه. زي ما انت شاطر كده في مهنتك واخدها من زمان، بس انت مش مستني توصل للالماظة او توصل للي انت هتاخده من شغلتك ده، لا مستعجلت، اشتغلت واجتهدت وسبتها في الوقت اللي انت ممكن تحصد منه بقى، عشان انت مستعجل على الايه، على الخير اللي جاي لك. فانت دايما لا ما تستعجلش، اصبر وطور، ما تستعجلش تبص لغيرك، بص لنفسك عشان توصل، تبص لغيرك هتتكامل وتقع. دايما نبص لطريقنا ونبص لمستقبلنا ونبص اللي في ايدينا ونرضى بيه، هنبقى مبسوطين جدا ان شاء الله على خير. يعني كلنا يا رب جميعا ان شاء الله. بص بقى، بص لشغلنا بقى، بص لشغلنا بص لشغلنا، هناخد الالماظه يا ولاد. هناخد بقى كده ايه، نبطط، هي دي شغلنا ان شاء الله على خير. نطور فيها هننجح ونوصل نعلى ونعلى ونعلى. وليه كده ان شاء الله على خير يعني، بقول يا رب. طبعا اهم حاجه هتلاقي الايه، كل حاجه معاكم كويسه. هناخد بقى كده الكور اللي انا عملتها دي، وحلو انك تسيبها ترتاح شويه، وبعدين ايه الحبه اللي رغيت فيهم معاكم دول ايه، يفيدونا يا رب ان شاء الله. نبدا كده نفرد قرصايه قرصايه، طبعا اعملي الحجم اللي انت عايزاه، صغير كبير، اهم حاجه ما يكونش رفيعه قوي عشان تطلع معاكي طريه. ماشي، نجيب صينيه بس. تمام يا ولاد ان شاء الله.
مهما كانت المهنة بتاعتنا بسيطة هي دي اللي هننجح فيها. نبص ونقول ده فلان عمل حاجة وكسب فيها أكتر، مالكش دعوة، خليك في شغلتك. ده ملي الواه يعني دايما ما نقفش طبعا قدام أحلام حد، ولا نقف إن احنا نقول لأ ما تعملش ده، اعمل اللي انت عارفه ده المهم. ما اعملش حاجة استعلم فيها من ألف ب تاني، لأ اعمل اللي انت عارفه تنجح فيه مهما كان قليل. خرمها بقى كده وسيبها ترتاح شويه صغيرين ودخليها الفرن. اطلع بقى فاصل واشوفكم بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي خلصنا كل وصفاتنا النهارده. يا رب تكون عجبتكم. عملنا مع بعض النهارده طاجن اللي عملناه اللي هو العكاوي ده، انتوا شايفين طبعا بقى لها من اول الحلقه وهي في الفرن. سويناها سلقناها عادي جدا، وبعد كده عملت لها الخضار وحطيته عليها وسبته يشرب مع بعضه في الفرن، تمام؟ ممكن كمان تسيبيها زياده عن كده هتبقى احسن واحسن. عملنا مع بعض كمان الويكه اللي هي بنت عم الملوخيه او اختها، بصراحه قريبه منها جدا بس حلوه قوي، وان شاء الله ناجحه معاكم دايما، ولا بتسقط بقى، ولا لو غليت مش عارفه ايه، ولو غطيتها ايه، لا هي حلوه جدا في كل احوالها. طبعا جربيها وان شاء الله تعجبك. عملنا مع بعض ايه كمان؟ القرص، القرص الطريه او اللي هي بالشمر واليانسون. طبعا بتطلع طريه قوي لو يكون الفرن حامي قوي، عايزاها مقرمشه شويه بتهدي الفرن شويه، دي من النتائج الحلوه جدا. وطبعا عايزاها طريه اكتر بتغطيها، تمام؟ وبتبقى معاك لتاني يوم في كيس، مش بتخليها كده. عملنا ايه كمان؟ عملنا الرواني، الرواني اللي هي بنت عم الكيكه الاسفنجيه، تمام؟ اللي انا عاملاها معاكم لسه في الفرن اهي، قدامها كمان ربع ساعه كمان على ما تستوي، هي تاخد لها حوالي 40 دقيقه او 45 دقيقه على ما تستوي، على في صينيه حوالي 24. بس كده سهله ولذيذه، تسقيها بالشربات وعليها جوز الهند وانتهى الموضوع. كده خلصت حتى النهارده، بسيطه وسهله جدا، واستخدمت بواقي العيد ان شاء الله. الوصفات اللي جايه كلها هتبقى بسيطه شويتين ثلاثه اربعه ان شاء الله على خير، يعني نعوض بقى اللي صرفناه في العيد وكده. ويا رب دايما تبقوا في سعاده، ويا رب دايما نبقى راضيين كلنا ان شاء الله على خير، سعاده كده وراضيين بكل احوالنا، علشان نعرف مخنا يبقى صافي، نعرف نفكر، نعرف نطور، ودايما نبقى في الاحسن ان شاء الله على خير. واسيبكم على خير مع على قد الايد ونجلاء الشرشابي، والى اللقاء.